الوكيل على كلمة قتلهم يمه، والأحزاب الفاسدة أنا خافص من الله يمه، يمه الله يجرح قلوبهم بجاه محمد وآل محمد، يمه عساها بولدهم، يمه مصيبة زينب يا يمه، يمه هدومك سكتين يا كرار ضامتين يمه، لا أنا بسوقنا ولا أنا بخفرة يمه يا يمه. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم في كل مرة. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين ذني اللي تشوفوها أسفل الشاشة من داخل العراق من داخل الفاو، تقدر تتصل بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أما اللي عايش خارج العراق يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أيضا أبناء الداخل يقدرون يدقون على هاي الرقمين، فعندكم أربع أرقام للاتصال. أما الرقم اللي راح يطلع أسفل الشاشة اللي راح يطلع هنا، هذا الرقم مثل ما تقرون تشوفون مكتوب للمشاركة عبر رسائل، يعني ما أقدر أشوف بي فيديو، ما أقدر أسمع بي رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل بي مكالمة عن طريق رقم الواتساب. الاتصالات على الأرقام الثانية، أما رقم الواتساب في حال ما حصلتنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين أو الدوليات تقدر تنزلنا رسالة على رقم الواتساب. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة برنامج صوتكم. اليوم 27 داعش يمثل كارثة ونكبة إلى أبناء محافظة ذيقار. واحدة من الأمهات المنكوبات، الأم اللي شفتوها قبل شوية وهي أم الشهيد كرار سراي حسين، دولة اللي راحوا وسقطوا ضحية مجزرة جسر الزيتون. من المفترض أنه الأحداث قبل سنتين بلشت بهذا الوقت تقريبا، يجهزون نفسهم لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة جسر الزيتون. مجزرة جسر الزيتون اللي راحوا أشخاص وأناس ومواطنين وشباب بعمر الورود وضحوا بدمائهم نتيجة تعنت أو استخدام العنف من قبل القوات الأمنية. إذا أريد نذكر الأسماء مثل الشهيد كرار سراي حسين، عندكم أحمد حسين كشكول، أحمد حمزة حسين، أحمد رضا منخي، أمجد هادي عبود، أمير مدلول سعدون، حسين زويد شطب، حمزة كامل شادر، حميد علي رهيف، حيدر سعد دليم، حيدر علي عبد، سلام محمد فرحان، عباس ماجد عبد المحسن، علي ساير سعود، علي عادل حواس، علي عبد الأمير عزيز، عمر سعدون شتام، عمر كاظم مطير، فراس ميض دراي، ومصطفى أحمد عبد المهدي، ومقتدى ميثم كاظم، ومنتظر أحمد جواد. إضافة هذول جزء من الشهداء اللي سقطوا على جسر الزيتون، فضلا عن الجرحى اللي استشهدوا فيما بعد. إذا أريد نذكركم باللي صار يوم 27/11/2019، المتظاهرين في محافظة النجف بعيدا عن محافظة ذيقار استهدفوا مبنى القنصلية الإيرانية ونزلوا العلم العراقي ورفعوا نزلوا العلم الإيراني ورفعوا العلم العراقي على مبنى القنصلية الإيرانية، وحرقوا مبنى القنصلية الإيرانية احتجاجا على التدخلات الإيرانية بالشأن العراقي. هذا اللي نددت به الحكومة الإيرانية ونددت الهجوم ووصفته بأنه تم من قبل مندسين وعملاء إلى الخارج والسفارات دول العالم.
هذا حكي على لسان السفير الإيراني إيرج مسجدي ببغداد، وطالبت باتخاذ إجراءات حازمة ضد اللي هاجموا القنصلية الإيرانية في محافظة النجف. ووصف حسين شريعة مداري ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس تحرير صحيفة جيهان المحافظة الإيرانية المتظاهرين بمحافظة النجف بأنهم أوباش مأجورين، وأنه إضرام النار بمبنى القنصلية في النجف يهدف إلى إضعاف محور المقاومة، وطالب الحشد الشعبي باقتلاع جذور المتظاهرين على حد شعبه. لحد هنا احنا بالنجف بدت عمليات القتل ليل يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 27/11/2019 وصباح يوم الخميس على جسر الزيتون بمحافظة ذي قار بمدينة الناصرية على مقربة من ساحة الحبوبي اللي هي مركز تظاهرات ثورة تشرين في المحافظة. السؤال اللي ينطرح هنا، مواطن ضاق ذرعا بالحكومة، ضاع ذرقا بالفساد اللي دا يصير بالبلد، خلص صبره نتيجة أنه أموال العراق دا تنهب وتعطى إلى دول الخارج وإلى دول الجوار، خلص صبره لما دا يشوف وضع العراق من سيء إلى أسوأ، وما بزراعة وما بصناعة وما بتجارة وما بأي شيء، والتعليم دا ينتهي والجواز العراقي أسوأ جواز، وبغداد أسوأ مدينة للعيش، والتعليم العراقي خرج من مواصفات منظمة اليونسكو للتعليم العالمية. فهاي الأمور كلها خلتها يتظاهر. أما قتل المتظاهرين دستوريا غلط، لأنه الدستور يكفل حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكن قتل من يتظاهر لأنه دا يقول لا للفساد ما كاتب هالدستور. زين، احنا اليوم سنتين على مجزرة جسر الزيتون، يا ترى مطالب المتظاهرين ورا سنتين صار من هالشي لو الشهداء اللي ذكرت بعض من أسمائهم ومن راح هدر على جسر الزيتون راحت دماءهم هباء منثورة، ومطالب المتظاهرين لحد الآن معلقة على الرف؟ أبو علي من لندن، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتكلم على المجزرة. نعم. الله يرحم الشهداء. نعم. والله يشفي الجرحى. أنا أتكلم على هذول اللي أوصف المتظاهرين الشرفاء بالأوباش، العجم المجوس. أنتم أوباش وأنتم مجرمين وأنتم قتلة يا عجم يا مجوس، ما لكم وما لنا تدخلون بدولتنا وتسرقون العراق وتنهبون العراق. كل إنسان، كل متظاهر إن قتل في العراق الحرس الله ثور الإيراني الإرهابي هو قتل. السفارات الإيرانية الإرهابية الداعشية في العراق هم قتلوا المتظاهرين. هذه السفارات سفارات عملاء خونة مرتزقة مجرمين قتلة. ليش تدخلون؟ احنا هذه العصابات ما نريدهم، هذه الميليشيات سراق مجرمين قتلة إرهابيين. ليش تدعموهم يا مجرمين خامنائي يا مجرمين خميني؟ بس انا اقول للشعب، امس ما ادري اول امس، يعني مع الاسف صارت بشغلة تافهة بالناصرية، زين بالناصرية بين العشائر، ها صار اطلاق نار والله اللي يعلم ايش قد يتكتلوا من نار وايش قد يتكتلوا من نار. لك يا اخي والله مشكلة، تشوفوا انت شوفوا الناس اللي تنقتل من اولادكم من شبابكم، ليش ما تقومون عليهم؟ ليش ما تحاربوا الخضراء؟ ليش بيناتكم القتال؟ إلى متى؟ إلى متى؟ أخي إيران الإرهابية ما تطلع من العراق، ما تطلع من العراق إلا برفع السلاح يا أخي. مشروع شرعا قانونا عرفا، الدافع على وطنك، الدافع على بيتك، على عرضك، على شرفك، على مالك. ليش وقت ساكتين أنتوا؟ أخي منتظرين الكاظمي
ما يسويكم شغل الكاظمي. الكاظمي طبوا بيته وضربوا بيته وفجروا بيته، ولحد الآن هو يقول أنا أعرف من القاتل وأنا أعرف من اللي حاول يختارني، بس أنا يعني المن منتظرين؟ المن منتظرين؟ منتظرين مقتدى؟ مقتدى كل شيء ما يسوي. آخر شيء راح يسوي حكومة توافقية، ها؟ وهذا إلك وهذا إلي، كل شيء ما يسوي. وهم راح تجي بعد 4 سنوات وهم بالضيم وبالقهر، ولا كهرباء ولا مستشفيات وكل شيء ما عندك. أخي قوم دافع على نفسك، قوم يا شعب العراقي. ما يفيدك إلا ثورة عارمة، ثورة عارمة، وادخل إلى الخضراء وسحولوهم بالشوارع. ذولا النصوص، ذولا خدم إيران، مجرمين إيران، نعم، عملاء الإيران، نعم. شكرا، نعم. شكرا شكرا لك أبو علي، حياك الله أخوي العزيز. محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذول الخونة ما وصلوا من قاعدة عندنا. انقتلهم كلب إيراني، انقتلهم كلب إيراني، خربوا الدنيا. بس الخزع عليهم من الملك وهذا الحاملي داخل نهار يضربون. هذا الكاظمي العفو عن الصدر، إيران ما وافقت عليه. هذول الخونة من قاعدة عندنا يا زملينا يا كاظمي، انتبه انت يا كاظمي. انت تلو ما حدا برمو بحرات من يوم حاصل تبري، خربوا الدنيا وضربوا في الصواريخ. هذا عبارة عن هاي قسامي هذي. انت تحرك يا فقد، تحرك اليومين طلع لي بتكذبك عليها بتكذب. تحرك وعلى مبهرات، تحرك على مبهرات كالموصل تكريس غماتي ديالة نجف كربلة السماوة من نعر على ابوهم لابو حتى يرى يا زي مليانة سجن عفو ينطلق العفو ما انطى. عبر ايران ما وفقت، البرلمان ما وفقت، ايران ما وفقت. احنا ما احنا فرد، احنا السام، احنا السام وممنون السكري. شكرا، شكرا لك اخ محمود. صباح من بغداد، حياك الله اخوي. السلام عليكم استاذ أفن. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يعني اليوم تمر علينا ذكرى هي حادثه ماساويه قامت بها الحكومه العراقيه، حكومه عادل عبد المهدي. نعم. فهاي الذكرى اليمه جدا، راح ضحيتها 70 شهيد وما يقارب 225 جريح. فهاي الحادثه اللي مرت مرار الكرام بسبب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بزمنها عادل عبد المهدي، وبعده مصطفى الكاظمي اللي توعد أن يأخذ حقوق الضحايا وأعطى كلام، يعني قال هم برقبتي. الحادثة صارت بعد حرق السفارة القنصلية الإيرانية بالنجف. ثاني يوم جميل الشمري راد ينتقم، وإحنا نعرف جميل الشمري وعبد الأمير الشمري الأخوة، اثنيناتهم محسوبين على حزب الدعوة. فجميل الشمري هو من أعطى الأوامر إلى الرد السريع، وهو كان قائد قوات، قائد العمليات بوقتها في ذي قار. نعم. هو اللي أعطى الأمر للرد السريع بالرمي الحي، ولا شون المنتسبين والجنود والمجرمين القتل اللي رمم شون يرمون بكيفهم إذا ما يعطيهم أمر صريح بقتل كل الموجودين على جسر الزيتون، وحتى اللي أزقة اللي قريبة على جسر الزيتون لحقوهم للأفرع والشوارع والمداخل. فهو المسؤول الأول والأخير على هاي الجريمة، وكل عشائر الناصرية الأبطال داعم محاكمة جميل الشمري. اللي شفناه شنو؟ القائد العام للقوات المسلحة عزله وصدرت عليه مذكرة منع من سفر، لكن جمعة عناد وزير الدفاع في وقتها أعطاه إجازة وخلوه يسافر بحجة العلاج إلى تركيا. يعني أكو واحد غير يصير مجلس تحقيقي حقيقي وتشوف الأسباب ومن أعطى الأمر؟ يعرفون الأمر مباشر كان من جميل الشمري، يسمونه حاليا ذباح الناصرية، اللي هو قتل أبناء الناصرية. وشوف الصمت موجود من كل اللابسين العمائم ومن كل سياسي الناصرية ومن كل البرلمانيين والرئاسات الثلاثة، ما حد حاسب هذا المجرم. ليش؟ لأن هذا محمي من قبل
إيران ومحمي من قبل الميليشيات وما حد يقدر. وهسه حاليا هو أكيد عنده منصب وخافينا في منصب ما. يعني أنا أجت فكرة ببالي أريد أسألك عنها. يعني جميل الشمري مثل ما قلت يسمى الآن ذباح الناصرية، هو أخذ من جمعة ناد موافقة حتى يسافر ويتعالج برا العراق، لكن ما انسجن يوم ولا حقق ويا أحد ولا أحد وصل له، وأكو اتهامات أنه هو اللي مسبب الرئيسي في مجازر الناصرية وقتل المتضارين بالناصرية. زين، يعني هل على جميل الشمري المتهم بريء حتى لا تثبت إدانته بحسب رأي الأحزاب، والمعتقلين العراقيين اللي هم ما مسوين شيء واللي وقعوا نتيجة التعذيب واللي محصل براءة أو اللي محصل أنه تنازل عن حقه مشمور بالسجون وما حد يحكي وياه؟ بالطبع أستاذ، احنا جرائم الحكومة عديدة. يعني مثل ما تفضل الأخ قبل شوية، العفو العام اللي إيران صدق ما موافقة عليه، تشوف المجرمين طلقاء اللي تحميهم الدولة وشايلين باجات رئاسة الوزراء اللي هم هيئة الحشد. هو الحشد يحمي كل مجرم وكل سارق وكل يحمي، حتى الأحزاب، والأحزاب تحمي الناس اللي سياسيين عندها مثل البرلمانيين والوزراء. فتلقى هاي شبكة المافيا اللي تديرها إيران ويديرها السفير الإيراني في بغداد محميين من قبل القانون، لأن القانون احنا نعرف فايق زيدان حزب دعوة والمالكي هو اللي جابه على هذا المنصب اللي أعلى منصب محكمة الاتحادية. فتشوف المجرمين طلقاء وما حد يحاسبهم مثل جميل الشمري، وأكو آلاف مؤلفة مثل أمثال جميل الشمري، أبو عزرائيل وأبو درع وقيس الخزعلي وجماعة مقتدى الصدر وجماعة المالكي وبدر وفرق الموت وأبو آلاء وغيرها، كلهم طلقاء والدولة تحميهم، هم القانون. أما الناس الأبرياء وضحايا الشهداء وضحايا المغيبين وضحايا الموجودين الأبرياء في السجون قامعين وجاي يصيرون عبء على الميزانية العراقية، من العراق بتقشف وأزمة اقتصادية وصعود الدولار، لكن هم كلهم متآمرين على تدمير العراق. يعني متآمرين على كل شيء، ما يعطون عفو ولا يحاسبون مجرم ولا يحاسبون فاسد. يعني شنو هالدولة هاي؟ شنو هالدولة العمائم هاي ودولة الأحزاب الإسلامية؟ حزب الدعوة الإسلامي اللي يسمع الاسم يقول لك دولة إسلاميين، يعني ما شاء الله عليهم، ومنها يدعون مقاومة مقاولة. فأصبح مع الأسف الشخص الغير مناسب بالمكان المناسب. شنو إنجازاتكم حتى ندافع عليكم يا حزب الدعوة، يا بدر، يا سرايا السلام، مقتدى الصدر، مجلس الأعلى الإسلامي، أو المرجعيات الموجودة؟ شنو إنجازاتكم حتى إحنا كمواطن ندافع عنكم ونقول سويتوا جسور، سدود، مدارس، مصانع، زراعة، كهرباء، كل شيء، صحة، كل شيء ماكو. أنتوا شون نقارنكم؟ يعني هسه مرات يقول لك الناس تطلع يقول لك خلينا نقارن النظام السابق بهذا النظام. أصلا جريمة نقارن النظام السابق بهذا النظام، لأن هذا ما يعتبر نظام، ذولي يعتبرون ميليشيات، كلهم ميليشيات، كلهم مجمع مباركة إيران. فذول ناس مجرمين، المفروض انتفاضة شعبية بكل السياسيين، كل الطبقات السياسية السنية والشيعية والكردية، وشفنا احنا ما صار في شمال العراق من انتهاك لحقوق الإنسان. فهذه الحكومة جربناها 18 سنة، المفروض إذا أكو مرجعية بالنجف وإحنا نعرفها من 2004 ما موجودة، توفى، هذا هيك خلوه لقناع وقعدوا، لا وهيك يصرحون بيانات كذابيه، ولا هو لو موجود كان طلع وحكى وكان فسر لنا ايه الاخلاص اذا حافظها، كان حكى باللغه العربيه، كان سولف لنا ان على هاي الجرائم اللي جاي يصير. شنو موقفك انت من جريمه جسر الزيتون وغيرها الاف مؤلفه مثل حوادث صارت مثل بزيبز والصقلاويه وبصلاح الدين وبالموصل، الجرائم اللي يشيب لها الطفل. فذولي ناس ما يفيدون للحكم بعد، ذولي انتهت ورقتهم انتهت، وصراعهم اللي راح يصير بيناتهم، بين الكتلة الأكبر مقتدى الفاسد وبين الولائيين اللي موجودين جاي يصارعون، وما يهمهم مصلحة المواطن العراقي أبدا. نعم. شكرا لك أخ صباح. كان المفروض يدخل ويانا من كربلاء محمد، بس انقطع الاتصال وياه، أتمنى يرجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيه بالموضوع. أما الآن أبو ياسين من ديالى، حياك الله يا أبو ياسين. عفوا، من بغداد ابو ياسين، حياك الله. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. تحيه ودوم ان شاء الله يا الغالي، تفضل. اخي احنا اذا نتكلم على هاي مال الناصريه، هاي في نظر الحكومات هاي الاحزاب، هاي شلون واحد يعني مثل عاديه على المجره، لان هم جابوها من 2003 الى حد الان،
كلها مجازر، يلا مال الغداديه مال الفلوده مال الانبار مال الموصل مال بغداد الناصريه العماره كلها هاي مجازر اخي. احنا هم في نظرهم هاي المجزره هسه مال الناصريه كانه في نظرهم كانه ما واحد واقف على الشط ويكرد حد. اخي دول تجيهم اوامر من هذا الخامعني المجرم. هو الخامعني قبل فتره قال انا بعد 50 سنه ما اخلي دوله اسمها عراق، بمعنى ما ابني دوله. اخي هم حاضرين ودوله كلهم يشتغلون عندنا عند هذا مقتدى والكاظمي وهذا شو اسمه هذا هسه هذا عمار الحكيم. هو عمار الحكيم مو كان وياهم ويا اللي قديش الايراني ضد العراقي. فهذول اخي دول كلهم يشتغلون يتلقون اوامر من هذا المجرم هذا الخامعني. فاخي اني كنت تقريبا اني اقدم بالتصل طبعا تدرون انا 2013 انا اتصل بيكم. فقلت كلام فكاد محمد اخوي كاد محمد عصام ما قدر عليه. فاخي دول يرادون ثوره مسلحه. احنا خدمنا قبل بالعسكريه مال قدام حسين الله يرحمه الرائد الوطني. احنا نعرف اذا يجيك عدو قديش تقابله بالسلام عليكم وشايل لك على اذا مو سلاح. اخي دول عدو ايراني. هسه حرب العراقيه الايرانيه بس خلي الشعب العراقي ينتبه. هسه احنا حرب ايران علينا هم مستقلين من الاسد. انا اقول للشعب العراقي اقول لهم ثوره مسلحه. نعم مو قامت ثوره تشرين مو قامت الثوره مال فلوده بس ما فلوده انا هم اتصلت من كانت ثوره فلوده لو اهل الجنوب صابقين ويا اهل فلوده كان لا. بس هذول حكام الشياطين غسلوا اسمغه الناس الضعفان للجنوب قالوا لهم هذول بعثيه وراح يكسوكم راح طقوا اهل الجنوب طقوا ويا اهل الحكم والاحزاب ضد الثورة مال فلوجة. لو من أول مرة طابقين ويا الفلوجة والله كان العراق رجع مثل العراق قدام حسين والله للأسف. هاي بعد وبعد أخي بعد راح يمصون دم البلد وراح يمصون دم الشعب. نعم أنا قلت لكم قبل وقلت لأهل الجنوب قلت لهم اليوم على نعم انقطع الاتصال يا ابو ياسين. شكرا جزيلا لانضمامك لنا برنامج صوتكم. اهالي مدينه الناصريه اليوم السبت نظموا مسيره احتجاجيه بذكرى مجزره جسر الزيتون، ومراسل قال انه عدد من الناشطين والاهالي بمدينه الناصريه مركز محافظه ذي قار نظموا مسيره احتجاجيه بذكرى مجزره جسر الزيتون، شالوا او حملوا فيها صور لضحايا الواقعه وايضا نعوش رمزية مغطاة بالعلم العراقي، أي تشيع رمزي لشهداء مجزرة جسر الزيتون. أبو عراق من الفلوجة كان مفروض يتواصل ويانا لكن انقطع الاتصال وياه، أتمنى يرجع لنا من جديد. محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي أعلن بوقت سابق أنه يوم الأحد باكر عطلة رسمية لأنه القرار جاء بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة شهداء جسر الزيتون الأليمة. أنا أريد أسأل أحمد غني الخفاجي وباقي المسؤولين بالمحافظة وباقي المسؤولين في الحكومة المركزية، شنو اللي قدمتوه لأهالي الضحايا ولذوي الضحايا؟ شنو اللي قدمتوه لأم الشهيد كرار اللي طلعت في بداية الحلقة؟ شنو اللي سويتوه بحيث أنه تحسسون أنه أهالي الشهداء انه حقهم رجع لهم؟ واحنا ولدنا كانوا دي يقولون لا للفساد، ما شايلين غير العلم العراقي وانقتلوا بهذه الصوره. محمد من كربلاء رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل. بنت أحمد أريد أقول للشعب العراقي ليش تمشون وراء هذا الزير الشخص؟ ليش تمشون وراء هذا الزير؟ يمك محمد أكو بيه مشكلة أخويا. الصوت يمك أكو بيه مشكلة أخويا محمد. انقطع الاتصال يا محمد من كربلاء.
فبمناسبة أنا قلت لكم قبل شوية أن اليوم السبت صارت مسيرة احتجاجية لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة أو لما صار في هذا اليوم الأليم مجزرة جسر الزيتون، والتشييع الرمزي لشهداء مجزرة جسر الزيتون. تابعوا ويانا الفيديو اللي راح يطلع بهذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. برنامج صوتكم، هذا اللي شفتوه أو الفيديو اللي شفتوه هو التشييع الرمزي اللي سوى ثوار تشرين في ساحة حبوبي بالناصرية في محافظة ذي قار في استذكار السنة الثانية أو المرور عامين على مجزرة جسر الزيتون. سؤال اللي ينطرح هنا، ثورة تشرين شهدت مجازر هواية، محافظات العراق إذا تجي عليها ميسان، ذي قار، البصرة، النجف، كربلاء، بابل، بغداد، ديالة، نطت شهداء الكثير من أبناء الشباب العراقيين اللي كل اللي قالوا لا للفساد، لا للمحاصصة، لا للمحسوبية، لا للتدخلات الخارجية، لا لتدخلات إيران، لا لتدخلات أمريكا. كل اللي قالوا أو رادوا أنه يكون البلد بوطن، كل اللي رادوا أن يكون العراق باستقرار، كل اللي رادوا أنه يكون العراق للعراقيين، إحنا نحكم نفسنا بنفسنا ولا العالم الخارجي إلى علاقة باللي دي يصير جوا ولا إحنا إلنا علاقة باللي دي يصير برا. كل اللي طلبوا الشباب العراقي أنه رواتب موجودة، يعيشون بكرامة، أمان موجود، خدمات تحققها الحكومة العراقية بدون ما واحد يقعد يركض وراها وينكتل نتيجة أنه يطلب شارع لو مجاري لو كهرباء لو مي لو زراعة لو صناعة، وهي من المفروض أنه هاي الأشياء ما يفكر بها. شعوب العالم المتطور لما يتظاهرون أو يفكرون لأنه زاد السعر عليهم أو صارت مشكلة يمهم أو يردون يحسنون من وضعهم المعيشي أو يردون رفاهية أكثر، العالم تفتخر في
في نسبة رفاهيتها. أكو مؤشر بالعالم، مؤشر رفاهية بالنسبة إلى بلدان العالم، يقيسون الراتب والمعيشة والوضع المعيشي والإيجار وقدرة شراء سيارة، قدرة الزواج، دني كلها يعني يقيسوها حتى يأشرون مؤشر الرفاهية. شنو مؤشر الرفاهية اللي اليوم يتمتع به العراقي؟ ما عنده. مؤشرات الرفاهية اليوم بالعراق تمطر الدنيا تغرق، والماء يفوت على البيوت وتخرب الأجهزة الكهربائية والأثاث، وتخرب الزوالي ويخرب البيت ورطوبة بالبيت وما أعرف شنو، وأهل البيت يحيرون شلون يفرغون الماء من جوا البيت لي برا. الرفاهية اللي موجودة اليوم بالعراق كهرباء ماكو، أيام تمر على العراقيين ما عندهم كهرباء. الرفاهية اللي عيشوها اليوم العراقيين إنه ماء ماكو. الرفاهية اللي عيشوها العراقيين اليوم خدمات بشكل عام ماكو. تعليم، البارحة طلعنا حلقة عن التعليم، التعليم اليوم بالعراق منتهي، الزراعة ميتة، الصناعة يعني محكوم عليها بالإعدام، التجارة ما عندنا تجارة، أموال العراق مسروقة منهوبة محاصصة فساد طائفية، ذن الأمور كلها اللي أدت إلى دمار البلد، ذن الأمور كلها اللي خلت البلد اليوم يوصل إلى هاي المواصيل اللي إحنا دا نشوفها. أبو يونس من الموصل ويانا، حياك الله يا أبو يونس. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي العزيز؟ حياك الله أخوي العزيز. أنا من الموصل. نعم حياك الله. الخدمات تحت الصفر. الميليشيات الإيرانية دمرت دمار شام. نعم. دمرونا دمار. نحن حاكمين حكم علينا الآن والإعدام. نعم. الميليشيات وطائفيات إيرانية. الحكم تحت الإعدام. أمر 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 ظالم أمر. حكم حكم أحد الوطن. فساد، دمار، جنب، نهب، شكل، كل شيء. أسمع الإعلاميين على فرنسي كل شيء. واقف أصل معاناة تحت الصفر. نعم. دمار صفر. لأن واحد أمرونا دمار. رغم الموسى دمار. نعم. لا حول ولا قوة. أورا دمار ممنوع الليل، الليل يقف أورا يطلع الشارع ممنوع شتم إيش بالجملة لا حول ولا قوة. أورا دمار الله ينعم الله يجل عسى الله عليهم زين كلهم رشات إيرانية كم على حجمنا تشوف كل إيران كلهم مشات إيرانية. نعم نعم. والعرب كله نبقيران كله فشو أطوار أمر والعراق جبهة والعراق جل كله ظلم ظلم. كل أحد حاسب، كل أحد حاسب على أعمال. لا تسمع يقول لك العراق وصل هيك كله شبه كله ظلم. أمر والشعب تعال نشوف أمر والشعب دمار لا حول ولا قوة. أحد ما حد يأمر عليهم ولا أحد. كل هالدين أحد يقدر يأمر عليهم آبد. ظلم تحت الصفر. معاناة ومعاناة. شلون يعاملون الجاهل؟ كل شيء شلون يعاملون الجاهل؟ الظلم. نعم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة منه. نعم. أطلعهم بيد رب العالم. الله إن شاء الله يستقبلهم. الله يجيب بيوتهم إن شاء الله. أمر والشعب فسد والشعب أو الشعب هم اللي جاءوا في طار العراق دمروا العراق كل مشاف إيراني كل قوة إيرانية. الله ينتقم لهم إن شاء الله. مع السلامة. نعم شكرا شكرا لك أبو يونس. إحنا أريد نوجه سؤال وأرد أتمنى تجاوبوني عليه. اللي قاعدين اليوم على كرسي الحكم بأي حزب كان، بأي كتلة كانت، وبأي مكان وتابع لأي محافظة، يعني فرحان باللي دا يصير بالعراق اليوم؟
فرحان انه العراقي عايش بضيم، فرحان انه العراقي ينهزم من العراق حتى يروح يعيش الضيم والقهر مثل ما عايشين اللاجئين الموجودين على حدود بيلاروسيا. فرحان انه الشعب العراقي تهجر واليوم اكو شريحة لا بأس بها من اللاجئين العراقيين في دول العالم. دول ما طلعوا برا وصاروا لاجئين واخذوا اقامات في دول العالم لانه بطرانين. ما يطلع يعوف اهله وناسه وقرابته واصدقائه واحبائه واخوته لانه هو يريد يتونس هناك. فأرد أسأل هذا السؤال، ذولا فرحانين من يشوفون العراقيين هيك؟ عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أسهل، تعرف الحدود العراقية؟ نعم. جغرافيا من زاخو للفاو. نعم. اليوم حدودنا مو بس فقط جغرافية، لا حدودنا اجتماعية، معاناتنا من زاخو للفاو. نعم. فبالبداية أقول الرحمة والخلود للشهداء العراق كافة والشهداء تشرين خاصة والشفاء العاجل لجميع المرضى. أخي أفل، ثوار تشرين لهم الفضل على العراق. نعم. ليش؟ لأنه دماء ثوار تشرين ودماء الشهداء أعادوا اللحمة الوطنية العراقية وأعادوا النسيج الوطني إلى سابق عهد، إلى سابق عهد من بعد ما أرادوا تجار الدم وتجار الحروب وتجار الطائفية أن يمزق هذا النسيج الوطني المتكاتف المتآلف، لكنه بفضل الله وبفضل الخيرين بعد أحلام هؤلاء أقول أسميهم بأعداء العراق الذين أرادوا تمزيق العراق وأرادوا تمزيق وحدة العراق، لكنه بفضل الدماء ثوار تشرين العراق رجع على سابق عهده وأرادوا لأن هذول ما صار أثر دولة ما زال هذا الدم الطائفي موجود بهم ميتهم، فأرادوا إعادتها بالبغدادية لكنه استدموا بإرادة العراقيين، فعرفوا بأنه بعد مخ مجال لتمزيق الوحدة العراقية. أما بالنسبة للتظاهرات يا أستاذ أفهل، التظاهرات هي نتيجة حتمية لمعاناة وآلام ومآسي مستمرة لحق أبناء الوطن من قبل الطبقة السياسية الحاكمة الفاشلة والعاجزة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، وذلك لأن إرادتها مرتهنة للخارج وتأتمر بأوامر خارجية، فهذه الأوامر الخارجية تحثها على عدم توفير أي شيء يخدم المواطن العراقي، لذلك المواطن العراقي انفجر الغضب مالته وكل اللي يعني يتحمله من صلابه بهذه المعاناه ما قدر يقاوم، فانفجر الغضب الشعبي ضد هذه العوائل الاقطاعيه، انا اسميها هذه عوائل اقطاعيه مو طبقه سياسيه، لانه هذه ما تملك ادنى حاله من العقل السياسي، هذه عوائل اقطاعيه تريد ان تمزق العراق. انت قبل كم يوم يعني سمعت مسرور البرزاني، مسرور البرزاني اللي هو ابن يعني عائله لها يعني ثقلها الاجتماع بالعراق، يقول انا انجبرت على ان اكون عراقي. يا اخي اذا انت انجبرت وانت لعب شلون يعني تحكم هذا البلد وتاكل من خيرات هذا البلد، يعني هذا عيب انت يا اخي جاي تاكل من خيرات هذا البلد. اعرف انا كل زين وانت حضرتك تعرف كل زين بانه الحكام السياسيين سياسي الصدفه انا اسميهم مو دول السياسيين، والا ما عندهم اي عقد سياسي ما عندهم اي فكر سياسي، لكنهم عندهم احلامهم المريضه باعاده
أو الحكم المذهبي أو العقائدي، هذه الخرافات وهذه الخرابيط اللي تتمثل بحكام المذهبية والطائفية من جنوب، هاي نعرفها كل الجنة. بس في الشمال أنا أكرر وأقول بأنه أحلامهم، يعني بعد كلام مسؤول بلزاني للأسف الشديد، إذن هم يحلمون بإعادة الدولة المهابادية، وإذن يعني من خلال هالكلام هذا بأن أقول بأنه لا الحكام بالوسط والجنوب ولا هم للعراق ولا بالشمال ولا هم للعراق، دولة عندهم أحلام خارجية وما يمثلون العراق. وإذا بقت هذه الطبقة السياسية الفاسدة الفاشلة العراق، يعني ما راح نشوف يعني بارقة أمل. لكنه نتأمل من العراقيين من ثوار تشرين، من ثوار في أخواننا بالشمال، أن ينهضوا نهضة واحدة بالقضاء على هذه الطبقة السياسية الفاسدة لتخليص العراقيين من هذه الطبقة اللي جاءت بالويلات والدمار للعراق. وتحياتي لك سادس. شكرا، شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو مازن من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي. الله يرضى عليك استاذ. حياك الله، حياني بارك استاذ محمد. اكو كلمه اصبح عندنا بالبلد بعد ما بعد الاحتلال الامريكي العراقي، كلمه ليش؟ يعني دائما نردد احنا كلمه ليش، لانه المصايب اصبحت كبيره، يعني تهجير على طائفيه، على قتل، على دمار مدن، على على هذا كله. الجماعه هم عباره عن جوي لميون امتهم الدول اللي هي ضد العراق، وجمعتهم واخذوا مقاطعات المنطقه يسموها المنطقه الخضراء، تربعوا وقعدوا عليها. يعني أستاذ محمد، هي البيت، بناء البيت لو تجي علي تشوف مثلا إذا تخلخل بيت شيء أو انضرب بيت مكان، يعني ركن البيت اشتارة أو طرف أو شيء، تشوف صعب يتعمر، يعني سهل يتعمر. لكن البيت إذا انضرب أساسه، إحنا أسأل نشوف المظاهرات في الفترة الأخيرة يدورون يسألون على قتل المظاهرين، المتظاهرين أو قتلة الصحفيين أو ما شابه ذلك. نعم. إحنا إذا أساس الدولة انضرب، أساس الدولة اللي هو رئيس دولة، إحنا حرامات يعني والله كلمة نطلقها، لكن كعنوان اسمه رئيس دولة وقائد عام القوات المسلحة، وإذا يطلع أمام الشاشات ويصيح ويقول أنا أعرف، يا أخي إذا أنت تعرفهم شنو اللي مسكتك؟ يعني بس أردتني أنت ما انضربت أنت بشخصك، أنت انضربت أنت كدولة، أنت كعلم، أنت كعراق. يعني شو تأمل أستاذ محمد من هاي الدولة؟ يعني الدولة عبارة أخي عزيز، الدولة عبارة عن إصابة ملكة بالقصور اللي كانوا يحكون عن نظام السابق اللي هم يدعون يقول لك ما لدينا شيء باسمه كذا عبار، وأصبحت الآن قصر اجتماع بقصر فلان وقصر فلان، وكأنما ما لبهات الدولة. الله جاب، لا حاشا أنه الله سبحانه وتعالى جاب، لكن جابتهم شخص أو ظروف. هذول عبارة عن عصابة اللي مطلوب أو اللي نتأمل في شعبنا أنه نغير أو نشوف حالة، يعني تتطور. إحنا ميتين، إحنا ميتين، يعني حقيقة الموت هذا الموت علينا حق، لكن علينا أن نحرر بلد. ما ننتظر يعني عون من زيد أو فلان، أما ابنهم لا ابنهم كثيرة. وأنا أشكرك. شكرا، شكرا لك أبو مازن. يعني ما يحصل اليوم بالعراق هو مصيبة وطامة كبرى، نتيجة أنه دماء الناس دا تحس أنه هي هينة بالنسبة للي دا يحكمون وما إلها حوبة. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، مساء الخير، هذا اللي دا يصير بينا بسبب حبنا للعراق. رسالة ثانية، أنا عندي مناشدة إلى وزارة التربية. أنا أحمد محمد حماد من محافظة الأنبار، أتمنى أنه وزارة التربية تعطينا دور ثالث. والله أنا ماخذ 40 ومحتاج 10 درجات، اعطونا دور ثالث حتى نعوض.
وننجح. وشكرا جزيلا لكم. رسالة أخرى: تحية حب واحترام لقناة الرافدين الفضائية. ما يحصل اليوم بالعراق هو نتيجة الفساد السياسي. رسالة أخرى تقول: تحية حب واحترام إلى ثورة تشرين، والله يرحم شهداء تشرين واللي سقطوا على أرض العراق. مشاهدين الكرام، دماء العراقيين أو دماء الناس هي ملعبة، وأرواح الناس أيضا ملعبة. يعني أعطاء أوامر أو واحد ينطي أوامر بقتل الناس مو سهلة، هاي رقم واحد. رقم اثنين، من حق الناس ومن حق ذوي الشهداء أنه يحصلون حقوقهم ويعرفون منه اللي أدى بقتل أبنائهم، وأيضا أن يشوفوه مساءل قضائيا لما يكون القضاء عادل وماخذ قصاصة بالقليل تشفي غليل أب أو أم أو زوجة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة اللي راح غدر. ما يحصل اليوم بالعراق هذا كله ما دا يصير. ما يحصل اليوم بالعراق، أي مواطن يطلع يظهر يطلب بحقوقه ينقتل وينضرب ويروح. والدليل ما يحصل في محافظات العراق من شماله إلى جنوبه، تظاهرات الطلاب اللي بسليمانية أطلق رصاص حي، تظاهرات ثورة تشرين أطلق رصاص حي، تظاهرات المحافظات الستة المنتفضة أطلاق رصاص حي. وشفت العراق من 2013 حتى 2021 إيش قد نطى دماء وإيش قد نطى شهداء نتيجة أنه الناس طلعت وقالت لا. والمفروض أنه الحكومة لما تسمع الناس تقول لا، الحكومة تسمع للناس وتنفذ لهم رغباتهم حتى الناس ترضى وترتاح وتعيش ببلدها. لكن ما يحصل اليوم بالعراق ده يصير عكس هذا بالضبط. السبب أكيد أنتم تعرفوه، أتمنى تجاوبونا عليه بحلقاتنا القادمة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.